الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الذي علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الحمد لله الذي حفظ أهل الإيمان بالإيمان. الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته وبره ورضوانه، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب الكرام، كم في قصة يوسف من العبر، وسنقف اليوم مع بعض آياتها لها علاقة وطيدة في زماننا هذا، وفي الفتنة العظيمة التي تجتاح المجتمع وجميع مجتمعات العالم العربي والإسلامي، وهي فتنة النساء، وهي من أعظم الفتن التي خاف منها محمد صلى الله عليه وسلم على أمته. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف حول هذه القضية؟ قال: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. إلى أن تمتد المؤامرة من امرأة واحدة، فيشارك فيها نسوة في المدينة، وهؤلاء النسوة يسمونهم نسوة الملأ، والملأ هم علية القوم، الكبراء والوجهاء والأثرياء والأغنياء، حياة الترف وعبادة المال، والتهاون في الصلاة، والتهاون في الدين، والتحلل من الأخلاق والقيم، والتفنن في الملاذ والشهوات، حول كثيراً من هؤلاء النساء إلى الانحراف. فأصبحت مجالس هؤلاء النساء ليس للذكر ولا للتسبيح ولا لقراءة القرآن، وإنما الموضوعات التي تطرح كما تذكر هذه السورة أن فلانة ابنة العزيز راودت فتاها، أي طلبت منه أن يزني بها. في الحقيقة هذا موضوع خطير عندما يتداوله النساء. المرأة يجب عليها أن يكون شعارها الحياء، فلا تتلفظ بعبارات نابية تخدش الحياء، ولا تناقش موضوعات مثل هذه فتستسهل الذنب، ويأتي الشيطان ويزين الفكرة ويفتح لها أبواب
وتتحول من مجرد نقاش عابر إلى هم وإرادة وعزيمة وعمل وتطبيق. الحديث بدأ بين نسوة، ولكن ماذا كانت النهاية؟ النهاية أن جميع هؤلاء النسوة راودن يوسف عن نفسه، وكل واحدة منهن بذلت قصارى جهدها لكي يقع يوسف في الرذيلة. والله عندما قص علينا هذه القصة العظيمة وصفها بأنها أحسن القصص، وفعلا فهي صالحة بعبرها وحكمها لكل زمان ومكان. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. هكذا طرح الموضوع، طرح الموضوع على أنه نقد، على أنه وعظ لكي تؤخذ منه العبرة، هكذا طرح. والتعقيب في نهاية الآية يبين المقصد من الموضوع. وقال نسوة في المدينة، واختيار ذكر المدينة دون القرى يبين لك أن المخططات لتدمير الصالحين أول ما يبدأ بها في العواصم والمدن التي تكتظ فيها الناس وتجتمع فيها الناس، لأنه إذا تم تدمير أخلاق الشباب في أماكن تجمعات الشباب أصبح بعد ذلك من السهل تقصيص الأطراف. فهذه القصور العامرة المجتمعة في المدينة كما تقول الآية، ظاهر هذه القصور، ظاهر هذه القصور حرس وحدائق، وقد يكون فقراء على الأبواب وصدقات ومطابخ عامة إلى آخره إلى آخره، وقد تكتب عنهم الصحف ما تكتب، لكن الضوء القرآني دخل عبر الأسوار ودخل الباب ونزل داخل مجلس النساء، جلسة خاصة ما يتوصل إليها كل إنسان إلا علم الله، فكشف علم الله حقيقة تختلف عن الظاهر. مجتمع نسائي خاص أين؟ داخل المدينة في داخل أحد القصور. ما الموضوع المطروح؟ بدايته صلاح، بدايته. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. لكن وجود طبقة خفية لا ينظر لها بمنظار الاعتبار، وهي طبقة الخدم والسواق. هذه الطبقة ما يعبرها صاحب الملك، السيد في البيت أو السيدة في البيت ما تعطي اعتبار للخادمة أو الخادم، قد تتغطى إذا دخل رجل أجنبي، لكن عن السائق ما تتغطى، قد تمتنع أن تتكشف في الشارع، لكن عن السائق أو الخادم أو الطباخ ما يهمها أنها تطلع في قميص النوم. فإذا قلت لها لماذا تفعلين هذا، هذا حرام وهذا أجنبي، قالت أوه هذا سائق، هذا طباخ، هذا خادم، هذا زراع، هذا كذا. فأصبحت هذه الطبقة عندها أسرار الدور والمجالس والقصور والجلسات، تجمع معلومات. ثم لكي تستدر الأرباح تبيع وتشتري في هذه المعلومات. مجلس فيه نسوة، الموضوع المطروح امرأة العزيز،
والعزيز كما تعلمون هو الرجل الثاني بعد رئيس الدولة، الرجل الثاني بعد رئيس الدولة. إذن الخادمة التي لقطت هذا الخبر أكيد طارت إلى امرأة العزيز وقالت: اسمعي، النساء يجتمعون ويتكلمون فيك ويتهمونك تهمة عظيمة، وأنت الشريفة، أنت العفيفة، طبعا تطرحها بهالأسلوب حتى تأخذ منها الدفع الأكبر من المال. هذه الحيثيات لا يذكرها القرآن، هذه تعرف ضمنا، يعني القرآن لم ينزل للتفصيل في حيثيات الحدث الصغير منها والكبير، لا، هذا كتاب فصل وما هو بالهزل، لكن هذه المعاني تفهم في طيات الآيات. فما يقول الله سبحانه وتعالى بأن هذا الخبر سمعه إنسان آخر وبعدين سعى فيه وذهب دخل القصر واحتال وبعدين بلغ وكذا، لا، هذا أمر معروف. القرآن يخبرنا بأن امرأة العزيز عرفت الموضوع وبلغها الخبر. قال تعالى: فلما سمعت بمكرهن. هناك من وصل هذا الخبر إليها: سمعت بمكرهن أرسلت إليهن. أرسلت إليهن البطاقة اللي مكتوب فيها دعوة الاحتفال، ليس مذكور فيها احضرنا يا نساء الكبراء والشرفاء في قصر امرأة العزيز لبحث موضوع التهمة الموجهة إلى سيدة القصور، لا، ما يحضر أحد. لعلها احتفال عيد ميلاد، لعلها مناسبة دينية، ما تدري، يحتالون، وما أكثر الاحتيال بهذه الوسائل والأساليب، ولكن ليس من أجل الدين والشرف والخلق والفضيلة، وإنما تلبية للشهوات الشيطانية. ولا ننسى عطلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم كيف استغلت لتحقيق الشهوات الشيطانية هنا. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، حفلة، حفلة طعام يسمونها عندهم أسامي، باربيكيو يسمونها، أسامي كثيرة طالعة في هذا الزمان، بمناسبة تخرج، بمناسبة عودة من سفر، بمناسبة الخروج من الأربعين، بمناسبة توظيف أو عمل، بمناسبة ربح أسهم، بمناسبة ارتفاع الدولار، أي مناسبة. المهم: وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. جلسة مترفة، ملاعق وسكاكين وطاولات وفواكه واتيكيت. وقالت: اخرج عليهن، بعد أن لبسته وجملته وزينته وعطرته ونسلته في كامل الجمال، اخرج إليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وانظر إلى أي مدى يستهزئ هذا الصنف من الناس في قضايا العقيدة والدين. ما تسمعون أنتم نفس العبارة هذه التي ذكرت عن يوسف تذكر عن مغنية ذات الصوت الملائكي؟ هذه ذات الصوت الملائكي في إحدى دول الخليج دعيت لإحياء سهرات ليالي الجمعة، بلغت التذكرة أكثر من 70 دينار،
وبيعت في السوق السوداء، لعلها هي عندنا فاشلة، احنا ليس مستوانا الصوت الملائكي الفيروزي، احنا تعدينا هذه الدرجة، وصلنا إلى شريهان ورفع الفساتين إلى السراويل. لكن أذكر لكم كيف إلى أي درجة يصل الانحطاط في الناس عندما يستخدمون العبارات الدينية. الصحف يرحب مرحبا بك، ثم بماذا يستشهد؟ لا تتعجبون أن يقول نسوة داخل قصر هذا ملك كريم، وهم كل واحدة منهم في قلبها تفكر كيف تستطيع أن تزني معه، كل واحدة. فالصحف منذ أسبوع يرحبون بهذه الراقصة، والكاتب ماذا يقول؟ اسمع الكاتب حتى لا تلومني إذا أنا غضبت من أجل الله ورسوله، يقول: لماذا أنتم تغضبون على هذه الراقصة وقد أباح النبي الرقص؟ فهؤلاء الحبشة يرقصون لعائشة في المسجد وعائشة تنظر إليهم، ويسمي لعب الحبشة بالحراب، وهي لعبة حرب مثل العرضة، يسميه رقص، ويشبه رقصة الراقصة هذه بهؤلاء، ويستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبمسجده وبأم المؤمنين. انظر إلى أي مدى بلغ الاستهزاء بالدين. وكنا ننتظر ونتوقع أن ينزل رد على الأقل من وزارة الأوقاف، من أي إنسان صادق مخلص، ما في. يا وزارة الأوقاف، أنت لماذا لم تردي على هذا الكاتب الظالم الجائر الذي يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم ويستشهد بحديثه، مفتياً بأن جواز رقص هذه الراقصة عارية على المسرح دليله الشرعي إذن الرسول صلى الله عليه وسلم للحبشة في مسجده وهم يرقصون بالحراب؟ إذن الرقص حلال، لماذا لا تردون؟ قال الأوقاف: هذا سفيه. وإحنا نرد على سفيه؟ نعم، تردون على سفيه، لأن الله رد على السفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والله أمر أن يحجر على مال السفيه، وهذا الكاتب يجب أن يحجر على قلمه من باب أولى، لكنهم لم يفعلوا ذلك حتى الآن. فسورة يوسف وهذه القصة تشخص مشاكل كل زمان وكل مكان. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله. أيا فجره، أنتم تعرفون الله حتى تحلفون حاش لله في مجلس فجور؟ اللي يعرف الله ويقول حاشا لله يعف نفسه ويكف نفسه يستر عرضه، مو جالسين مجتمع مخملي تتآمرون على شاب عفيف خفي نقي تقي من سلالة أنبياء، والذي يتآمر على نبي من سلالة أنبياء فالدعاة الآن موجودين في الساحة من باب أولى أن يتآمر عليهم، لأنهم على منهج يوسف العفاف اليوسفي، وصيحة معاذ الله يعلنها الدعاة الصادقون اليوم، لهذا المؤامرة عليهم كبيرة، يشارك فيها الإنس ويشارك فيها الجن ويشارك فيها شياطين النساء بالسحر وغير السحر. وكل يوم واصلنا خبر فلان القدوة الصالح الذي كان في كذا في المكان الفلاني سقط، حسن لحيته وشرب السجائر وشرب خمر وسافر مع البنات،
فلان الفلاني الدين الصالح الداعية سقط. لماذا؟ إنها مؤامرة. ما كان لداعية أن يسقط مثل هذا السقوط إلا أن وراء ذلك مخطط. القضية ليست عفوية هكذا لقاء عابر بين واحد ووحده وبعدين يسقط داعية، لا، هذا اللي يسقط الإنسان العادي اللي ما عنده عقيدة ولا عنده دين ولا عنده صلاة ولا عنده زكاة، ولكن يسقط واحد من هذا النوع لابد أن القضية مخطط لها مثل هذه الخطة اللي يذكرها القرآن الآن. يعني يوسف عليه السلام ما كان يمشي في الشارع وبعدين شاف واحدة من هذه النساء لقاء عابر، لا، ارسموا خطة، خطة داخل القصر وخطة داخل بيوت هؤلاء النساء وبعدين جلسة خاصة وطعام خاص وسكاكين ومسكين يوسف غافل ما يدري عمق وخطورة المؤامرة، لهذا تدخلت يد القدرة الإلهية لاستنقاذه. وتدخل يد القدرة الإلهية لاستنقاذه يبين مدى عمق الكيد. في الجريمة الأولى قال الله لولا أن رأى برهان ربه، ولا رايح، كان رأى برهان ربه فأنقذه الله سبحانه وتعالى وثبته. في الجريمة الثانية يوسف صاح إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فأنقذه الله للمرة الثانية. حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه. الآن هي بنفسها تؤكد الموضوع، قلة أدب وقلة حياء، منقطعة النظير، لأن الذي لا يستحي من الله ولا يستحي من الخلق ولا من الناس ولا من الوجهاء ولا من التوقيعات ولا من الديوانيات اللي رفعت احتجاجها ولا من الكبار ولا من الصغار، اللي ما يستحيها لا يستحي من أحد، خلاص ما يستحي، أصبح لا يعبر أحدا. فهذه المرأة الآن كانت القضية في الدور داخل القصور سوالف ما ندري صحيحة أو غير صحيحة، غيبة، خبر، لكن الآن هي التي بلسانها تؤكد أنها تريد الزنا. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستحصى. متحسرة، متندمة، منقهرة أن كل هالأمور ما أثرت فيه على مستوى المجهود الفردي، على مستوى المجهود الجماعي، على مستوى المجهود الدولي الإبليسي الشيطاني، وحتى الآن استعصم. حرف السين هنا تسمى في اللغة العربية سين الطلب، يعني حاول يستعصم بنفسه فوجد نفسه ضعيفة فطلب العصمة من الله فعصمه الله. لهذا على الداعية عندما يقف أمام فتنة النساء لا يقول قوتي وعضلاتي خلنا أجرب نفسي، لا، حد منكم يجرب نفسه، فر من فتنة النساء كما تفر من الدجال. اوعى تجرب نفسك أمام امرأة أنك تثبت أو ما تثبت. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، استشرفها يعني صعد على أكتافها وعلى رأسها وعلى صدرها وعلى جسمها كله، وأصبح كل عضو فيها الشيطان يرسل ذبذبات إلى كل رجل يمشي أمامها. لهذا تشوف الناس تمشي بهالاتجاه، تطلع امرأة من الشمال على طول الوجوه تفتر. من الذي فرها؟ الشيطان اللي لابس هذه المرأة، أرسل إشارات مغناطيسية خاصة جعلت وجوه الناس تدور، كما قال عليه الصلاة والسلام مائلات مميلات. وأ
وأول فترة بني إسرائيل كانت من النساء، هذا حديث صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الدنيا واتقوا فتنة النساء. وعلاقة الدنيا بالنساء علاقة واضحة يا إخوان، لأن الإنسان من تكثر فلوسه وتكثر أسفاره تكثر غرباته وخلواته، أول شبكة يتورط فيها شبكة النساء، وإذا سقط في هذه الشبكة جرت بعد ذلك كل الموبقات، فيتورط في التدخين، بعد التدخين المخدرات، بعد المخدرات الخمر، ثم ينتهي في النهاية أن يصل إلى الفاحشة. وهذا الذي وصلت إليه أوروبا اليوم، فدمرها الله بمرض الإيدز، مرض فقدان المناعة. بعد 4 سنوات يبلغ المصابين 25 مليون، 25 مليون معرضين للموت. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهذه الخطة، خطة إشاعة الزنا وحب الفاحشة، ليست خطة حديثة، لا، هذه خطة قديمة من أيام فرعون. ففرعون الخبيث ظل يتابع هذه الخطة ويجددها أكثر من 50 سنة. بدأها لما أشيع، وأنت ما تعرف كيف القضايا هذه تطلع، بأن فرعون رأى في المنام أن غلام ذكر من بني إسرائيل سيأخذ منه العرش ويقتله، فرسم الخطة التالية: تذبيح الأولاد الذكور واستحياء الإناث النساء. وهذه خطة من أخطر ما يكون، لأن مع الزمن المدى البعيد يحدث الآتي: أن هذه الفئة والطائفة يكثر نساؤها وينعدم رجالها، وإذا كثر النساء وقل الرجال أشيعت الفاحشة، يصبح الرجل واحد بمقابل 50 و60 و100 مرة، والحرمة في نفسها الدافع الجنسي تريد تلبيته، إن ما تلبى في الحلال جاء الشيطان يدفعها إلى الحرام، ولا يحفظها إلا دينها وربها. فالخبيث فرعون ذبح الذكور وترك الإناث، ثم ولد موسى والخطة تمشي، وكبر موسى وسافر وهاجر إلى مدين وعاد 40 سنة، وبعثه الله رسول، فجدد فرعون نفس الخطة: نذبح أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة كما قال صلى الله عليه وسلم: وأول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ومن ذلك العهد إلى اليوم واليهود يستخدمون فتنة النساء لاستخلاص المعلومات السرية من العسكر ومن رؤساء الدول ومن الملفات الخاصة ومن مراكز الحراسات والحدود، وبواسطة النساء أيضا يستخلصون المعلومات الاستراتيجية في تصنيع الصواريخ والذرات والطائرات، وبواسطة النساء أيضا يدمرون الآن الشعب الفلسطيني داخل فلسطين، بحيث أي شاب فلسطيني يطلب أي بغي يهودية تأتيه بدون مقابل، وهذه توصية دينية عندهم. فالتلمود يوصي بنات يهود: يجب عليها أن تستجيب لكل من يطلبها. ولا ننسى قصة البطل المجاهد الشهيد سليمان خاطر، الذي رأى اليهوديات على شكل سواح على البحر، بعدين يعبرون شوي شوي إلى مراكز الحدود الخاصة ويجلسون مع الضباط داخل الثكنات، وبعدين يأخذون
الأسرار العسكرية. فسليمان خاطر بسبب إيمانه وبطولته ورجولته لم يصبر لهذا المنظر، على طول رشهم في الرشاش وقتلهم، فكانت التهمة أن هذا مجنون وشنقوه غدرا وهو في السجن. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل، انظر التهديد، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. الله أكبر. نعم، وهل فعلت هذا؟ نعم فعلت هذا. كيف استطاعت أن تفعل هذا؟ بحكم ماذا؟ بحكم القانون، بحكم القانون، قانون يدخل السجن ويطلع من السجن. وهذه امرأة متنفذة تملك قلب من يسن القانون وينفذ القانون، وعندما تملك قلبه ملكت القانون كله، ملكت القانون كله. والدليل على أنها تملك قلب العزيز، وإن العزيز طرطور سكان مرته لا يقدم ولا يأخر، رآها في موقف التهمة. المفروض الإنسان إذا شاف زوجته في هذا الموقف يغضب ويرمي ويقتل ويسلخ ويفعل الأفاعيل ويحرق البيت على ما فيه. هو بسلامته لما رأى قال: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. بس يوسف وخر عن الموضوع، اطلع انت عن الموضوع، روح الغرفة الثانية عشان لا تسمع الكلام اللي اقول. يوسف اعرض عن هذا، روح اعرض منك، صد شوية. كان واحد يتوقع ان يطلع سكين ولا سيف ويقطعها، واذا يقول له ترى انت غلطانة. وهكذا تصل النفسيات الى درجة من الانحطاط والسفالة وقلة الغيرة. وسبب قلة الغيرة هذه من اين ناتجة؟ ناتجة من كثرة تعاطي المعاصي والذنوب والفواحش في أماكنها، ويجيبونها من برا ويروحون لها، ويجيبونها ويروحون لها، ويتفننون ويتهادونها بأشرطة ويشوفونها بعينهم كل ليلة ويسهرون معاها حتى تركبت نفسيتهم هذه التركيبة. فلو رأى رجال فوق مرته ما يغير عليها، ما يغير عليها، أكثر ما يقول لها يقول أنت غلطانة، يلا عد يلا روح يسوي الغداء. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. إصرار رهيب. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يا لها من عفة. الله أكبر. ربي، العلاقة الآن بين العبد وبين ربه. ما أيها الداعية مالك إلا الله سبحانه وتعالى. في مثل هذه الأحوال والظروف، في مثل هذه الظروف مالك إلا الله. خلاص، يعني تصدر قوانين مرتبة تأتينا من برا لإشاعة الفاحشة. لا يمكن أن يحضر زوجته إلا إذا بلغ راتبه 400 دينار. ليه؟ هو بيعيش مع زوجته على خبز وملح، وإذا في يوم من الأيام قال لك تعال أكل معاي ضربه بالعصا. لعل راتبه 50 دينار يشتري له خبز وملح ويأكل. إلا 400. وأئمة المساجد والمؤذنين والحراس والفراشين رواد بيت الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 6-7-8 سنوات بدون زوجات، ما ذنبهم وما مصيرهم؟ القانون يقول ذلك. وإذا وقع أحدهم في الفاحشة كل الصحف تكتب،
وتشهر وتطبل وتزمر وتصيح وتنشر الصور والتعليقات. امتداد لخطة فرعون. الإنسان العادي الذي لا يرتاد بيت الله ولا يعمل في بيت الله، هذا وليس له دين ولا يصلي لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا يرمرم ما يهمه، من لا دين له لا مروءة له. أحضرت زوجته ولا ما أحضرتها؟ لكن هذا الصالح اللي جالس في مقام فتوى الناس وإرشاد الناس وتعليم الناس وهو يسحق من الداخل، يسحق سحق. أقصى ما تصبر المرأة عن زوجها 4 شهور، وأما هو فلا يستطيع أن يصبر أكثر من شهر، ولكن الله يصبر من يشاء من عباده. واصبر وما صبرك إلا بالله. فيوسف صبر سنين، 7 سنين أو أكثر وهو داخل السجن بتصبير الله له، لأنه من المخلصين، لأنه من المحسنين. والمحفوظ من حفظه الله. لماذا معاش 4؟ قال لأن إذا جئنا به ومعاش أقل من 400 دينار، هذا يستهلك علينا أدوية في المستشفيات ويستهلك علينا مصروفات عجيب. أشوف هذا 2 مليار عطيته الظالم اللي ما يخاف ربه سبحانه وتعالى، اللي ذبح المسلمين وفتح السجون والمعتقلات، لا هذا ما يأثر على الإنفاق. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. السميع العليم بكل مؤامرة على الشباب المسلم الصالح التقي النقي. جيش كامل الآن من الفلبينيات يغزو الخليج كله، جيش كامل، معظمهن لا ترد يد لامس، مدربة خاصة من هنا. مصيبة عظمى إذا دخلت هذه الفتنة كل بيت، لعلها هي المعنية في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلت، ولعلها هذه أو التلفزيون أو الفيديو أو كلهم. لا تأمنن إلى البغاء ولا تثق بعهودهن، فرضاؤهن وسخطهن معلق بعطائهن، يبدين ودا كاذبا والغدر حشو ثيابهن. بحديث يوسف فاعتبر متحذرا من كيدهن، أو ما ترى إبليس أخرج آدما أخرج آدما من مكرهن. وليست قصة حواء بأنها استجابت لإبليس وسولت لآدم فأكل من الشجرة، هذه من الإسرائيليات الكاذبة، فالله قال فأكل منها اثنينهم. لكن الشاعر عندما يذكر هذا يذكر ذلك للتحذير، كما قال الله ذلك من كيدكن إن كيدكن عظيم. والإنسان أمام هذا الكيد ضعيف، قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، أي أمام شهوة الجنس والنساء ضعيفا. كيد عظيم، خلق الإنسان ضعيفا، تحدث الطامة الكبرى. آباءنا وأجدادنا الأولين كانوا يزوجون الولد أول ما يبلغ. هذا شايب موجود هنا، يسألهم أولادهم آباءهم أجدادهم، إذا صار عمره 14-13 سنة أول ليلة يحتلم فيها يكتشفون، على طول يخطبون له ويزوجونه. ينشأ مجتمع نظيف. الآن جاءت الخطة المرسومة من برا، ما تدري من اليونسكو، ما تدري منين، لازم ممنوع الزواج. فيدرس المتوسطة، يبلغ في المتوسطة، من أولى متوسط يبلغ، وبعدين الثانوية، ثم الجامعة، ثم الدكتوراه، ثم الأستاذية مع سنين السقوط، وبعد ما يتخرج لازم أقلها 4 سنوات. لماذا؟ قال حتى يكون نفسه، فيشتري بيت، سيارات، وأثاث. فصار عمره 37 سنة أو قريب من 40 سنة، عند ذلك يقولون له تزوج. وإذا أردت أن تتزوج لا تتزوج زواجا تقليديا كزواج أمك وأبيك، وإنما لا بد أن يسبق هذا الزواج الحب. أي حب؟ الحب السينمائي. تعلم فن الغزل، نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، عند ذلك يتم الزواج. هذا الزواج بعد شهر ينتهي بالطلاق. أصبحت نسبة الطلاق الآن في المحاكم لمثل هذه الزيجات 75%. خطة مرسومة، وإلا الشاب أول ما يبلغ ويصل عمره 15 سنة يزوجونه، تسكن نفسه، تهدأ روحه، والحمد لله الخير وفير، والبيوت موجودة، وقصور، مو بيوت، قصور. لكن لا، لو فعلها واحد، لو فعلها ولي أمر، الدنيا كلها تقوم عليك كأنه فعل منكر. الله أكبر، لم يبلغ السن القانوني تزوج ابنك. لكن لو راح مانيلا والفلبين وبانكوك وشرب مخدرات وزنا، يا شباب خليه يستانس. هذه حال الناس اليوم، المعروف منكرا والمنكر معروفا. قصة يوسف تشخص هذه الأمراض. إن البغاء وإن دعين لعفة، تلاحظ كيف بداية القصة؟ ادعاء العفة، هذه بداية القصة، ادعاء عفة واضحة. امرأة العزيز تراود فتاها، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب، إن لنراها في ضلال مبين، احنا المهتدين وهي الضالة. الله أكبر. إن البغاء وإن دعين لعفة رمم تقلبها النسور الحوم، في الليل عندك سرها وحديثها، وغدا لغيرك ساقها والمعصم. كالخان، خان الفندق، كالخان تسكنه وتصبح راحلا، ويحل بعدك فيه من لا تعلم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، هذا عاد اللي يسمونه ايش؟ يسمونه مع سبق الإصرار والتعمد وتجاوزا لجميع القوانين والأعراف المحلية والتقليد والتقاليد الاجتماعية والأعراف الدولية، أصبح عندهم البريء متهم وإن ثبتت براءته. الآن يوسف ثبتت براءته، القانون الآن بجنب يوسف، ضد النسوة وضد امرأة العزيز. اسمع الآن الإصرار، الإصرار يقول: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. لابد أن تلبى رغبة صاحبة المعالي ويسجن يوسف حتى حين. حتى حين كم يعني؟ يوم تحت ذمة التحقيق اللي ما له ذمة. وإذا كلمة حتى حين 7 سنوات، 7 سنوات يا ظلمة،
إيه؟ مسكين ما عنده محامي يدافع عنه، ولا عنده رصيد في البنك، ولا غريب مبيوق من أهله. ومن بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، حتى حين. أحبتي في الله، هذه القصة عودوا واقرؤوها من جديد وتفكروا فيها وتلقوا وصية محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء. ويصورها النبي تصوير عليه الصلاة والسلام إنه كانت امرأة قصيرة بين امرأتين طويلتين، يعني واحدة قصيرة وثنتين من بني إسرائيل طوال. فطبعا القصيرة هذه الناس لما يروحون الثلاث يغازلون الناس يطالعون الطوال ما يطالعون القصيرة. فإيش عملت؟ عملت لها كعب عالي. أول من اخترع الكعب العالي هم اليهود، هذا حديث صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فعملت لها حذاء من خشب رفيع، ليه مرفعت رفعت حتى صارت طول الثنتين. فشوف عاد مشيتها شلون تمشي، ها؟ مثل البطة العرجة. كل هذا لكي تلفت أنظار الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين صور من صور الانحراف، من صور الانحراف، قد تكون بمكياج، قد تكون بموديل، قد تكون بتسريحة، قد تكون بنوع حذاء، قد تكون بنوع فستان، قد تكون في مسرحية، قد تكون في أغنية. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثال ليس للحصر وإنما للمثال. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك أن تحفظنا وتحفظ أبناءنا وبناتنا ودعوتنا من هذه الفتنة. اللهم إنا نسألك الستر فوق الأرض والستر تحت الأرض والستر يوم العرض. اللهم إنا نسألك حسن الختام. اللهم إنا نسألك العفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الحلال الطيب ونعوذ بك من الحرام الخبيث. اللهم صن أعراضنا وسلم عقولنا واحقن دماءنا واحفظ ديننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ولا نعلم وتقدر ولا نقدر. اللهم إنا نسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أن تحفظنا بحفظك وتجعلنا في ضمانك وأمانك وبرك وإحسانك. صن أعراضنا، صن أعراضنا، وسلم بناتنا واسترهن في حياتنا وبعد مماتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أيها الأخ الكريم، ترجو تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة من الأخوة الكرام إبلاغها بأي خلل فني في التسجيل، ومن ثم إعادة الشريط لاستبداله، وجزاكم الله خيرا. يقول الحق جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بيان وتشويق من الله تعالى، بيان لحال أهل الجنة في الجنة، وقد بدا النعيم فيهم وفيما حولهم وعلى الوجوه، وتشويق من الله تعالى لنا أن نلحق بمن سبقنا من الصالحين لنيل تلك الدرجة، ولا يكون ذلك إلا بالتنافس في مقامات الخير. حديثنا عن التنافس، ما هو ولماذا وما أنواعه وما السبيل إليه؟ أما التنافس فهو التسابق والتغالب لغة. الإمام الراغب يقول: وأصل المنافسة مجاهدة النفس،
في التشبه بالأفاضل، في التشبه بالأفاضل. في كتاب الله دعوة إلى أن نتسابق في كل طاعة تقربنا إلى الله، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. فذكر المغفرة قبل الجنة، لأن في المغفرة السلامة، والجنة غنيمة، والسلامة تطلب قبل الغنيمة. علامة صدق إقبال العبد إلى الله تعالى أن يبكر بالطاعة وأن يتنافس فيها، قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، أي بكر بالطاعة، ومن أدلج بلغ المنزل، أي الغاية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. خاسر في إسلامنا من كان أمسه كيومه من غير زيادة في عمل صالح. جاء في الأثر: من استوى يوماه فهو مغبون، أي فهو خاسر، فكيف بمن كان في نقصان دائم؟ لماذا التنافس؟ لا بد من التنافس قبل ظهور العوائق، ما يحول بينك وبين الطاعة. في قضية الحج مثلا، قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعود له، أي من مرض أو حاجة تعيقه عن الحج. قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. اغتنام الأوقات قبل رحيلها. أيضا لا بد من التنافس، لأن منازل أهل الجنة في الجنة على قدر تنافسهم وعلى قدر تسابقهم في الخير. قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن أهل الغرف، إن أهل الجنة في الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغائر في الأفق، كسكان أهل الأرض في نظرتهم إلى النجوم كم هي بعيدة عنهم. كذا منازل أهل الجنة في الجنة، يرى أهل الجنة أهل الغرف من فوقهم في ذلك البعد الشاسع. بسبب ماذا؟ بسبب سبقهم في العمل الصالح حتى في إشراقة الوجوه. قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. وعند ذاك وبين أهل الجنة تكون حسرة الأخيار أنهم لم يجاهدوا أنفسهم كما جاهد من سبقهم في تلك الدرجات. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أهل النعيم، وهم من أهل الجنة، عندما يرون درجة أهل البلاء، أي وقد سبقوهم في تلك الدرجات، يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا فتقرض جلودهم بالمقاريض، يتمنون أن يتحملوا البلاء كله وليفعل بهم ما يفعل في الدنيا حتى يبلغوا ما بلغه إخوانهم في تلك الدرجات العليا. لأن كل مصيبة
يوم القيامة تزول، وكل نعيم أيضا سوف يزول. قول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار، فيغمس غمسة في النار فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟ مر عليك خير قط بحياتك؟ فيقول: لا والله ما رأيت خيرا قط. ويؤتى بأشقى أهل الدنيا وهو من أهل الجنة وقد تحمل كل أنواع البلاء، فيغمس غمسة في الجنة فيقال له: هل رأيت شرا قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت شرا قط، ما رأيت شرا قط. قول النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن أمر الدنيا لا يعدو إلا أن يكون حلما يمر ولكن لا يعود. قول النبي عليه الصلاة والسلام: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. فالحقيقة كل الحقيقة واليقظة كل اليقظة هي بعد مفارقة الدنيا، فتصفو على تلك الحقائق من قبر تكون فيه. قول النبي عليه الصلاة والسلام: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ما هي أنواع التنافس؟ أنواع التنافس كثيرة، منها التنافس في طلب الشهادة. تأتي مجموعة من الأصحاب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يحملهم عليه من دابة أو سلاح حتى يجاهدوا فقراء. فيقول لهم المصطفى عليه الصلاة والسلام: والله لا أجد ما أحملكم عليه، لا أجد ما أحملكم عليه. يتولوا وهم يبكون، لا يبكون لأنهم لا يملكون الدنيا، وإنما يبكون لأنهم لا يملكون من الدنيا ما ينفقونه في سبيل الله، حتى أنزل رب العزة عذرهم في كتابه فقال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. من مجالات إظهار أو التنافس هو إظهار الرضا بقضاء الله سبحانه. ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة في المجلد الثالث يذكر قصة عن عبد الله بن جرير من العارفين بالله تعالى، وأنه كان صاحب حلال وكان عنده من الجاموس 600 رأس وكان عنده العبيد الذين يعملون تحت يده والذين هو يملكهم. جاءه العبيد يوما أو طرأ على مسمعه خبرا أن الروم قد استولوا على الجواميس فأخذوها، فخرج هو وابنه يتقصيان الخبر، وفي الطريق استقبله العبيد يقولون: يا مولانا لقد أغار الروم على الجواميس فسرقوها. فنظر إليهم ثم قال: وأنتم أيضا اذهبوا فكلكم أحرار لوجه الله، فكلكم أحرار لوجه الله. فقال له ابنه: يا أبت أفقرتنا؟ قال: اسكت، إن الله أحب أن يختبرني فأحببت أن أزيد. إن الله أحب أن يختبرني، أي بفقد الجواميس، أن يختبر رضاي ببلائه سبحانه، فأحببت أن أزيد بأن أعتق العبيد لوجهه سبحانه.
الفضيل بن عياض مات ولده فضحك، قيل له أتضحك وقد مات ولدك؟ قال ألا أرضى بالذي رضيه الله لي، ألا أرضى بالذي رضيه الله لي. مقامات، ومقامات عظمى وكبرى لا تأتي من فراغ، وإنما تأتي بعد مجاهدة وذلة وانكسار وتمريغ الجباه بين يدي الله عز وجل، وأن تسأله سؤال الملح إلى الله تعالى أن يقبلك في هذا الطريق، وأن يمن عليك بالإيمان الذي لا زيغ فيه ولا اضطراب. من أنواع التنافس أيضا هو التنافس في الطاعات. في قضية التنفل مثلا، ولا بد من التنفل، يأتي رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أسألك موافقتك الجنة، فيقول له المصطفى عليه الصلاة والسلام إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة التنفل. ولا بد من التنفل، ولا بد من التنفل. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من قيام بليل ولو حلب شاة، ولو حلب شاة أي قدر ما يحلب الإنسان شاتا. فلعل هذه الضكيعات التي تركعها في جوف الليل في غفلة عن الناس تكون هي